سيادتي وسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد لا ينفك مصطلح الثورة البيضاء إلا أن ينطلق بين فترة وأخرى ثورة بيضاء في التعليم والإدارة والصحة وغيرها من القطاعات الأساسية في الدولة حكومات عدة أعلنت أنها حكومات ثورة بيضاء ولم نشهد معها لا ثورة بيضاء ولا حمراء ولا وردية حتى يبقى الوضع على ما هو عليه تزداد المديونية والترهل الاداري والبطاله المقنعه يتسيدان المشهد في قطاعنا الحكومي، خط الفقر يرتفع، معدل البطاله يسابقه بالارتفاع، خطط خمسيه للتربيه والتعليم وابناء بعض مدارسنا بلا احذيه. القضيه ليست سوداويه بقدر ما هي دعوه للنقاش عن اي ثوره بيضاء نتحدث، ماذا نعني بها؟ هل نحن بحاجتها حقا؟ وما هي القطاعات المطلوب ان تثور او نثور فيها؟ واين نريد؟ أن نصل بها. كل هذا وأكثر نناقشه مع ضيفينا الدكتور صالح ارشدات أمين عام حزب التيار الوطني، أهلا بك شرفتنا بحضورك. أشكرك. الدكتور موسى شتاوي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أهلا بك دكتور شرفتنا. الحقيقة يعني بدنا نتفق بداية أننا نريد أن نعرف م. الثورة البيضاء حتى نستطيع أن م. ندخل في تفاصيلها، كيف يمكننا تعريف م. الثورة البيضاء اليوم؟ خلينا بس اولا في البدايه نشكر رؤيه على الاستضافه الطيبه شرفتوني ونبارك لكم في هذا العام ان شاء الله عام طيب على إن شاء الجميع يا رب على الجميع يعني هذا اصطلاح سياسي واللون الابيض له معنى معين يعني هو غير اللون الاحمر الذي تميزت به الثورات يعني الثورات هدفها دائما هو التغيير التغيير والاصلاح بالمفاهيم المختلفه لكل مجتمع نعم فالثوره البيضاء وهذا الصلاح يعني استعمل في الاردن مرتين المره الاولى على زمن جلاله الملك المغفور له الملك حسين ايام حكومه الكباريتي وانا كنت في كان لي الشرف يعني اكون في تلك الحكومه والمره الثانيه ايام حكومه عبد الله نسور والحقيقه كان هو عباره عن دعوه لي يعني البدء في منظومه اصلاحيه شاملة حين تتكلم عن الثورة البيضاء، نحن نتكلم عن منظومة وليس مفردة واحدة في الإصلاح، نتكلم لا. عن إرادة سياسية عليا راغبة في الإصلاح، نتكلم عن يعني عمل جماعي لمؤسسات الدولة لأنها معنية في هذا العمل، ونتكلم أيضاً عن يعني مشاركة واسعة للجماهير، ونتكلم أيضاً عن توعية حول أهداف هذه الحمل البيضاء أو عملية التغيير البيضاء أو الثورة البيضاء وأيضا إعلام يساعد لأن الإعلام دائما هو يعني يدخل إلى كل بيت ويفسر أهداف هذه الثورة البيضاء وبالتالي يعني هذه منظومة وليست وليست مصطلح حين نقول نريد الاصلاح السياسي او الاقتصادي او اصلاح التعليم هذه منظومه يعني تشمل اصلاح الاداره وتشمل كل الخدمات بما فيها التربيه والتعليم والصحه والخدمات الحكوميه الاخرى المعروفه نعم. وبالتالي يعني قوه هذه الجمله او هذه الحمله تاتي من من توافقات هذه المكونات جميل وبما فيها مشاركة واسعة من الناس من الجمهور يكونوا مقتنعين فيها وأن تكون الإرادة السياسية دائما موجودة لتنفيذ هذه طيب الثورة نحن نحكي من 96 اليوم نحكي عن السنة الواحد <applause> وعشرين تقديريا نعم. أنا هنا بدي أسأل يعني أسمع وجهة نظرك بداية بتعريف نعم. الثورة البيضاء وتحدث بوضوح دكتور صالح إرادة سياسية عمل جماعي مشاركة شعبية توضيح اهداف هذه الثوره وحتى مساعده اعلاميه لتوضيح مغزى نعم. وهدف هذه الثوره. بدي اضيف بعدين اساسيين لهذا الموضوع، البعد الاول انه عندما نقول ثوره يعني المقصود هو انها شامله، يعني هي قد تتطلب يعني اعاده التفكير، نمط التفكير في معالجه القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع الاردني، يعني احنا يعني هذا اولا ثانيا انه المقصود بانه تطال كافه الجوانب والمؤسسات يعني لا لا تطال يعني عمل الحكومه لوحدها مثلا او بالاقتصاد في الحكومه في المجتمع المدني في الاحزاب يعني في الاعلام كل هذه اذا هي فيها فيها درجه عاليه من الشموليه البعد الثاني انها وهذا قضيه مهمة جدا ان يعني هي يعني هي سلميه يعني هي الدوله تصحح نفسها الدوله يعني تريد ان تصوب آآ آآ قضايا يعني معينه اخفاقات معينه الدوله تريد ان تنقل المجتمع لا. الى مرحله متقدمه وانا بعتقد انه احنا بالاردن يعني آآ آآ تاريخيا تعتبر الدوله الاردنيه من الدول التي انجزت الكثير لكن طبعا التحديات اللي مرت على الأردن الاردن الفترة الماضيه يعني كثيره واحنا هذه جزء يعني ليس كله بالضروره من سلوكياتنا او من اداء الحكومه او من اداء يعني الدوله وانما ايضا في ظروف اقليميه اقليميه وعالميه يعني وتحديات تواجه الكل ليس فقط الاردن لكن احنا الان بالاردن انا بعتقد انه لم يعد من الممكن وجهه نظري الشخصيه معالجه يعني هذا الكم من القضايا اللي ممكن نتحدث عنها بعد قليل بنفس الطريقه التي كنا نعالج بها ندير بها الامور قبل 10 او 15 سنه او خمس سنوات شيء من هذا القبيل من هنا في انا وجهه نظري انه انه هذه آه ميزه للدوله الاردنيه انها قادره ان تشخص يعني القضايا والمشاكل وحقيقه انه جلاله الملك في اوراقه النقاشيه المختلفه شخص المشكلات حتى اخر ورقه نقاشيه شخص بشكل واضح يعني وهذه الورقه الوحيده كانت حول الواقع الاوراق الخمسه السابقه كانت حول المستقبل يعني هذه الورقه كانت حول الواقع وبالتالي يعني يعني في يعني ادراك وفي رؤيه الملك تحدث في خطاب العرش 2013 عن ثوره بيضاء صراحه تماما، فاذا اذا هذا يعني الميزه انه الدوله تصوب يعني يعني جلاله الملك يدعو مؤسساته حكومته وكل مؤسساته بان تشرع بهذا بهذا الموضوع وانا بعتقد انه الان داك. نحن نحن بحاجه الى الى انا بس إلى نحكي في هذا الاطار فقط نتابع جزءا من خطاب العرش والتوجيهات الملكية حول الثورة البيضاء في العام 2013 وتحديدا انفتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر نتابع سوية وعلى الحكومة أن تتوخى الشفافية والانفتاح وتوفير المعلومة في عرض موازناتها ومشاريعها ومراحل التنفيذ والإنجاز على المواطنين وممثليهم ويتم الحكم على أداء الحكومة ومساءلتها على أساسها وهذا يستدعي ترسيخ القناعة لدى الحكومة وأجهزتها بأن تطوير القطاع العام عبر العمل الميداني والتواصل المباشر والوقوف على حاجات المواطنين هي مسؤوليتهم الاولى وبخلاف ذلك فان مجلس النواب سيكون عرضه للمساءله من المواطنين للمطالبه بحجب الثقه عن الحكومه او احد الوزراء وهذا يتطلب الارتقاء المستمر في كفاءه ونوعيه الخدمات الحكوميه وضمان وصولها الى جميع المواطنين ويستدعي الالتزام بمؤسسيه العمل في اجزاء الحكومه لضمان اعلى درجات الكفاءه والشفافيه في اختيار الامناء والمدراء العامين لضمان نجاح الخطط الحكوميه وهذا يعني أن تبادر الحكومة لإطلاق ثورة بيضاء تنهض بالأداء <applause> تنهض بالأداء دبن خطة معلنة وأهداف محددة. هذا مثال لحديث لجلاله الملك امام مجلس النواب حول هذا الموضوع وللملك احاديث عديده طبعًا. في ذات الاطار وتحدثت دكتور صالح من 96 لا. في عهد حكومه لا. عبد الكريم كباريتي كان الحديث موجود وعهد حكومه الدكتور عبد ايضا كان هذا الكلام موجود لا. وانا بدي ابدا هون في 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 جانب مهم في الثوره لا. البيضاء قد يكون جانب اساسي لا. وجانب شهدنا لغط حوله مؤخرا الجانب التعليمي لا. في التعليم نحتاج لا. الى ثوره بيضاء نعم لأنه أجيالنا اليوم اللي عم تتخرج من جامعاتنا مم. تختلف عن تلك نعم. الأجيال التي خرجت سابقا كلام صحيح واليوم عم نحكي عن منظومة إصلاح تعديل مم. تغيير مناهج مم. هذا كله اليوم عم بيشهد يعني عدم رغبة لدى البعض هناك نعم. البعض الذي يقاوم هذا التغيير هذا التعديل نعم أنا آه. آه سوري. لا ما في مشكلة الحقيقة يعني كثير من القطاعات بحاجة لثورة بيضاء على رأسها التعليم الحقيقة م. لأنه رأس مال الأردن هو التعليم، التعليم هو الذي ميز الأردن في بداية تأسيس المملكة بعد الاستقلال والتعليم هو الذي أشهر الأردن على أن هناك قوة بشرية هائلة مؤهلة تستطيع أن تخدم في أي مكان وباعتقادي انعمل الكثير في فيما يخص التعليم ومن ثم يعني جرى بعض التراخي هناك يعني صار عده اشياء منها التعليم الجامعي اصبح بسبب الحجم وبسبب يعني الماده اصبح هذا التعليم متراخي وبسبب ومن ثم جاءت الجامعات الرسميه الجامعات الخاصه عفوا فاصبح هناك توسع في هذا المجال وصار هناك تراخي في كثير من المزايا الأردنية في التعليم، وبالتالي الآن نحن أمام مشكلة كبيرة أولا التعليم العام منذ البداية منذ الصف الأول إلى التوجيه عندنا مشكلة في أكثر من قضية المناهج عندنا مشاكل في في المدرسة نفسها في المعلم الحقيقة يعني تراخت مكونات التعليم عندنا لدرجة أنه أصبحت الصورة غير الصورة اللي كنا إحنا متعودين عليها يعني أنا بعتقد أنه المعلم جزء أساسي من اليه الثوره البيضاء في التعليم هذا المعلم اللي الان فقط الحديث حول ضروره تأهيله وضروره حياسته على رخصه للتعليم في اي ماده كما هو حاصل في اوروبا الحقيقه هذا الموضوع الحقيقه تنبهنا له متاخرين نعم. ومع ذلك نقول انها قد تكون بدايه جيده ان يعني ان نعتني بالمعلم ان نخصص الموارد اللازمه للنهوض بالمعلم لانه المعلم الحقيقه يعني هو 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 الذي يعني ينتج الاجيال، وبالتالي يجب ان يكون مستريحا، يجب ان يكون مكتفيا ماديا لا ان يكون هناك يبحث عن عمل بعد الدوام. وبالتالي هناك مجموعه كثيره من مكونات التعليم باعتقادي خرجت عن اطارها المخصص القديم عن فلسفه التعليم. يعني فلسفه التعليم في الاردن كانت بتحكي عن توازن بين الموارد البشريه وبين المكونات بين السكان ومن ثم التحدي اللي يجب ان نكون نحن على قدر المنافسه التي تجري في قطاع التعليم في العالم، نحن تراجعنا كثيرا، صحيح؟ هناك عده اسباب الحقيقه منها فيما يخص التعليم الاساسي يعني هناك موضوع المعلم قلنا عنه وهناك ايضا المناهج تراخت وايضا المدرسه وايضا صاحبها موضوع العولمه اللي صارت في العالم هذه العولمه أثرت على ثقافتنا المنزلية وعلى ثقافة الأسرة فأصبح الطالب طالب المدرسة غير ملتزم تجاه الدروس وتجاه المدرسة وتجاه المعلم يعني مجموعة من الأمور أدت إلى هذا الضياع أنا بسميه ولكن يجب أن نبدأ في وضع برنامج ووضع خطة حتى نستطيع أن نصل إلى هدف ما وأنا أعتقد أن الإجراءات الحالية في التربية والتعليم طيب. هي أنا شخصيا بعتقد أنها في الطريق الصحيح بحاجة لمزيد من التوعية يعني المواطن بحاجة أن يعرف أن هدف المناهج وهدف امتحان التوجيهي هو هدف إصلاحي وليس هدف انتقامي طيب أنا هنا بدي أحكي دكتور موسى بوضوح عندنا وزير تربية وتعليم اليوم قاد ثورة إدارية وأطلق ثورة ضبط خلينا أسميها للامتحان الثانوي العامة وعدل غير المناهج مناهج التربيه والتعليم اصلح الاداره داخل الوزاره الى حد كبير على اقل هذا ما هذا ما نعلم به وتاتي نتائج امتحاناتنا العالميه في الرياضيات والعلوم لتسجل انخفاض ملموس صراحة أي،, اي اين نبدا بثورتنا البيضاء في التعليم يعني هذا يعني مؤشر على انه التعليم أه لا يمكن ان يكون اصلاحه بالقطعه. يعني انا يعني لا. باكد انه يعني لا اولا لا يمكن ان يتم اصلاحه بالقطعه بمعنى تضبط التوجيه تغير الكتب، حتى المناهج لم تتغير، الذي تم تغييره وتعديله هو الكتب المدرسيه فقط. المناهج بقي كما هو المناهج بقيت كما هي. فاكيد هذه كلها جهود يعني آه يشكر عليها يعني آه مع الوزير وطاقم وكل اللي ساهموا في هذا الموضوع لكن التعليم العالي التعفن التعليم يجب أن ينظر إليه بشموليه م. أولا من منظورين المنظور التعليم المدرسي بالاضافه للتعليم الجامعي لانه يعني هذا حلقه متواصله. ثانيا التعليم كله كمنظومة ودوره واثره وعلاقته في يعني المجتمع رؤيه المجتمع والاقتصاد والسياسه وكل وكل هذه المسائل. من هنا يعني يعني صحيح انا يعني منخرط يعني في كثير من الجهود ومطلع على جهود اكثر يعني المرتبطه في عمليه الاصلاح ولا ينقصنا افكار. يعني الافكار موجوده لكن الافكار هذه لدينا بنك من الافكار تماما يعني اذا نطلع هلا يعني ممكن ارجع على مكتب وأطلع يعني عدد من الوثائق من عشر سنوات اللي بتتكلم عن مشكلات ولم يتغير تشخيص يعني كثيرا يعني فيما يتعلق في المشاكل ومن هنا يعني اريد ان اقول بان المطلوب يعني الان هو اعاده يعني تفكير جديد، نحن بحاجه الى نمط جديد من التفكير بهذا الموضوع. يعني على سبيل المثال، صح بنتكلم احيانا كثير بقول التعليم وسوق العمل. لا، التعليم يعني هو المحرك الاساسي وللاقتصاد وليس فقط لسوق العمل، للاقتصاد. والتكنولوجيا، نتكلم عن التعليم بمجمله، وايضا السياسه، لانه التعليم هو هو يعني منطقة بسميها انا يعني اولا السياده الناعمه للدوله، يعني من منظور القيمي والسياسي والافكار، وبنفس الوقت يعني هو في جانب تقني مهم جدا لازم يتعلموا الطلبه وبكل هذه احنا حقيقه لحد الان يعني عندنا اساليب ومحتوى ومناهج وطرق تدريس يعني تناسب القرن التاسع عشر. وليس القرن الواحد والعشرين يعني بحكيها بكل اسف وبكل يعني فاذا احنا اولا بحاجه ان نضع اين موضع التعليم من من, الثوره البيضاء اللي كلها نتكلم عنها يعني من مجمل ما نريد ان نصل اليه يعني في الاردن ويعني الاراده يعني انا بدي افترض يعني جلاله الملك يعني دعا الى ثورة البيضاء فالاراده موجوده يعني السؤال انه نريد ان نتفق يعني ونبدا يعني نعمل على يعني مكونات هذه الثوره البيضاء من ناحيه الاهداف اللي اشار جلاله الملك الى ضروره يعني وضحها وايضا الاليات وانا شخصيا ما اعتقد ومستعد يعني اجادل بيعني بادله بان التعليم بالنسبه لي هو اهم يعني مجال يتم يجب ان يتم البدء في اصلاحه يعني اولويه قصوى خذ احنا مش بنتكلم عن المناهج انت ذكرت بس, جزئية. بس, بس, بس مش بنتكلم عن المناهج نطلع يعني احنا ماذا يحدث عندنا في التعليم المدرسي التعليم المدرسي منقسم الان عندك التعليم الحكومي اللي اصبح كنا بنعرف شو المشاكل اللي معانا منها وعندك التعليم الخاص لا. في نسبه كبيره من طلبتنا يدرسوا بالتعليم الخاص صار في عندنا تمايز يعني داخل المجتمع تمايز طبقي في تكلفه يعني التكلفه التي يضعها ابناء الطبقه الوسطى للتعليم الخاص لابنائهم تكلفه عاليه جدا ومرعبه احنا فقدنا التعليم العام يعني وانا كتبت في احد المقالات نريد ان نستعيد التعليم العام لانه كل الدول حتى الولايات المتحده الامريكيه التعليم العام وعندنا كان في مرحله معينه التعليم العام كان هو الاهم وكان هو الاساس هذا بدمج الناس كلها مع بعضها، يعني بترفع بسويه كل الناس، مش انه يعني في المناطق الناس المقتدره بتذهب بتبعث ابنائها للمدارس الخاصه والناس غير المقتدره تبعث ابنائها للمدارس الحكوميه، مثلا هذا من القضايا يعني كثير اللي احنا بحاجه نتفق عليها، انا يعني أنا تحدثت عن التعليم نعم. الاساسي ومنحد الثانويه العامه لكن ايضا هناك التعليم العالي اكيد انا يعني حديثي يشمل التعليم العالي 100% التعليم العالي انا بعتقد نحن <applause> ممكن يتصدر دائما مشهد التعليم العالي من في الجامعي اذا صح صح التسميت للاسف طبعا هذا يعني زي ما بيقولوا بالانجليزي بيعمل اخبار يعني ذات ميكس نيوز يعني كي. الاشياء الايجابيه ما بتسويش اخبار عندكم انت الاعلام لكن حقيقه في يعني كثير جوانب مشرقه يعني في التعليم العالي يجب ان لا يعني نستهين يعني بما تم انجازه في يعني في جامعاتنا وإلى اخره، لكن اذا بناخذ التعليم العام العالي بمجمله <applause> انا بحدد في عندنا مشكله هو لا يحقق الاهداف <applause> اللي, احنا نصبو عليها اذا اولا يجب ان نحدد موقع التعليم اصلاح التعليم من الاصلاح الشامل اللي احنا بنتكلم عنه وساعات انا بعتقد أن المساله مش تقنيه، يعني لدينا عقول اردنيه ولدينا يعني معرفه ونحن قادرين نشخص مشاكلنا ونضع الحلول لها بهذا الموضوع. فمن هنا يعني التعليم انا بعتبره اساس <applause> ننطلق منه على الشيء واضح <applause> انا بعد فاصل راح اسال الدكتور صالح وبصراحه عن ثوره بيضاء في الاداره وهذا ممكن ملف شائك كبير وواسع جدا بعد فاصل قصير سنواصل ابقوا نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام ودكتور صالح قبل ما انتقل للملف الثوره البيضاء في الجانب الاداري وهو جانب مهم جدا لديك تعقيب حول موضوع التعليم تفضل يعني الحقيقه دكتور موسى يعني ذكر شغله انا بامن فيها وعيشها يعني نحن لا ينقصنا العقول ولا المفكرين ولا اللي عندهم دراسات انا بتذكر بال87 وضعت خطه كان في ثوره بيضاء في التعليم العام صح التعليم. بالتعليم العام وضعت خطة وشارك فيها كل من له باع في هذا الموضوع ووضعت في مجلدات وكان معظمها بتكلم عن المعلم وبتكلم عن التعليم المهني اللي احنا بحاجة له الان الحقيقة يعني انا مش معقول اترك الطلاب المدارس كلهم يعني يذهبون الى التوجيه يعني لابد من عمل حواجز فنية ومهنية وتقنية كما هو حاصل في العالم في تلك الدراسة 87 وأنا عندي الكتيب وأنا كنت يعني شاهد على تلك الهاي وكانت عظيمة وبرعاية يعني جلالة الملك والأمير حسن والحكومة وهذه الخطة العظيمة الثورة البيضاء لم تستمر أكثر من سنة سنة ونص ثم أوقفت ورجعنا إلى ما عليه أنا تخوفي أن الحديث عن الثورة البيضاء بدون ما يكون في هناك التزام بخطه وبفتره طبعاً. زمنيه وبمراقبه مهش. وبتقييم سنوي بقى انا خايف انه نرجع لنفس المحطه الاولى ولا نعمل شيء وبالتالي يعني يم. قد تكون هاي دعوه لاي جهه بدها تعمل ثوره بيضاء او اصلاح او تغيير في اي مجال ان يكون هناك مكونات اساسيه تحفظ خط الرجعه. ويشاركوا الناس يشاركوا القطاع الخاص يعني مش ضروري كلها تكون موظفين لا طبعاً طبعاً. اشركوا الجامعات يشاركوا المجتمع المدني حتى يستطيع أن يعني يغذي هذه يحمل الدراسات اسمه القضية بند واحد على التعليم قبل ما ننتقل التعليم طيب ماشي. بس بند صغير ماشي. اللي بعد له أنا في غاية الأهمية البحث العلمي يعني احنا انفاقنا يعني بالاردن على البحث العلمي م. يعني حقيقه متواضع جدا ولا يمكن انه يكون في اي مجتمع ينهض يستطيع ان ينهض تعليميا واقتصاديا و... وكل المجالات بدون ما يكون هناك يعني اولويه قصوى للبحث العلمي ريسيرش اند ديفلوبمنت وهذه ليست فقط مسؤوليه الحكومه لكن يجب ان تقودها الحكومه القطاع الخاص لازم يكون طرف بهذا الموضوع ايضا ونستثمر يعني حتى لو انه احنا ما عندنا كل كل ما نحتاجه من خبرات يجب ان نستثمر في الانسان الاردني في المتخصصين في الاكاديميين مم. نستثمر بهم حتى انه نطور يعني قدراتنا في مجالات تتفق معي انه اليوم والبحث العلمي جميعنا نتفق كل الاردنيين بعتقد انه دعمه واجب لكن اليوم بنعمل مثلا في الجامعه الاردنيه مكتبه متخصصه ومكتبه ضخمه لكن اليوم صارت في وسائل عبر, عبر وسائل التكنولوجيا المختلفه صارت المعلومه اسهل يعني ممكن التوعيه الثقافيه احنا بحاجتها اكثر اليوم لا التوين هذا شيء اخر يعني اللي بنحكي أنه البحث العلمي يعني ليس انه تحصل على ما يبحث فيه يعني ما ينتجه الاخرون انت بدك تنتج المعرفه يعني الخاصه خاصة. الخاصه بمجتمعك وبتحدياتك انت بالمياه بالزراعه بالتكنولوجيا في في الصناعه في في المشاكل الاجتماعيه نعم. الى اخره نحن بحاجه ان هذا المقصود انه احنا البحث الذي يعمل اول شيء انه يواكب التطور والتقدم التقني والتكنولوجيا عالميا ينقل الى نعم. الاردن نفس الوقت انه انت يكون عندك مراكزك وعندك باحثينك نعم. يعني اللي تعالج قضاياك المباشره جميل. وانا لا في ان يعني يعني عدد كبير من من الزملاء والاساتذه الباحثين الجيدين ما بنقصنا اشخاص بس احنا ينقصنا العمل المؤسسي بهذا الموضوع جميل. ينقصنا التمويل اللازم الذي يجب ان يكون مستهدف يعني انه احنا نحدث ثوره ثوره في مساله البحث العلمي الاداره مشكلة. مشكلة يعني واقع حتى موازنتنا م. تتحدث عن مشكلة نعم. إدارية تحتاج هي ممكن نعم. بشكل أساسي إلى ثورة بيضاء خصوصاً إنه كل معاناتنا اقتصادية يعني الحقيقة في يعني الأردن اعتمد كثير على القطاع العام، يعني نسبة مشاركة القطاع العام تصل إلى 42% من مجموع القوى العاملة وهي أكبر نسبة تقريباً في العالم، هذا رقم أنا أخذته الحقيقة من يعني من تصاريح رسميه مم. والقطاع العام الاردني الحقيقه هو اللي بنى الاردن يعني الدوله استثمرت مبالغ طائله فترات زمنيه هائله هي اللي استثمرت في كل مكونات الاقتصاد الهيكليه الكبيره الشركات البوتاس الفوسفات الكهرباء الى اخره ولذلك يعني كان القطاع العام يعني حجمه كبير اجينا لفترة في بداية الألفين وجدنا أنه القطاع العام أصبحت منتجيته ونجاعته في إداء العمل قليل جدا مقارنة في إذا قارناه في القطاع الخاص أنا ذاك ولذلك أنا أعتقد يعني من أهم المشاكل اللي بتواجه الأردن الآن هي الإدارة الأردنية الاداره الحكوميه، الاداره العامه، وهي موجوده في كل مكان، موجوده في وزاره الماليه، موجوده في في التربيه والتعليم، موجوده في الخدمات، في الاشغال، في الطرق، في الطرق في النقل. يعني انا بعتقد يعني مع انه الحكومه الان وضعت خطه في برنامجها الاقتصادي 20 25 15 25 وضعت خطه يعني 2025 2025 لتطوير يعني تطوير آه الـ الـ الاداره ولكن هذا موضوع الحقيقه بده نظره شموليه اولا بس و... شايف شيء انت على ارض الواقع من كل ما نتحدث فيه 2025 في شيء ماشيين احنا على ارض الواقع صراحه الحقيقه في شيء يعني ظاهر احنا في شيء مخفي انا بقول لك عملنا أنا اطلاق أنا شيء جميل وتفائلنا وحللنا صراحه 2025 انا كنت حاضر في مناقشه الخطه العامه في البحر الميت واضح انه احنا تعرضنا لكوارث يعني حين يأتيك مليون ونص زائر وأهلا وسهلا فيهم في بلدهم وتستطيع أن تحتويهم وأن تؤمن لهم المدارس تصور أنه في عندك يعني اضطرينا نبني حوالي 200 مدرسة مشان إخواننا الطلبة اللي يجوا مع اللاجئين السوريين يعني أنا اللي قصدت من ذلك أنه هناك يعني 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 كان في هناك حوادث ادت الى زعزعه كل الخطط اللي عند الاردن يعني لا نستطيع ان نتكلم عن النمو الاقتصادي وعن برامجنا الاقتصاديه وعن الخطه الخمسيه لما بيجيك مليون ونص زائر على بلدك وهذولا مسؤوليتهم عليك انت بتدفع مليارين زيادة من مخصصاتك في التعليم وفي النقل وفي الامن والى اخره خارج عن الدعم المقدم من الامم المتحده يعني انا اللي بقوله انه لا نستطيع ونحن في قلب الازمه لا نستطيع ان نتحدث عن مثل هذه الخطط الحكومية لأنها تعرضت للاختراق 25, 25. يعني قربنا نوصل يعني أنا بعرف طيب. يعني في كل القطاعات في قطاع الطاقة في قطاع في أه. إيه؟ إذا, افترض يعني إذا افترضنا أن الخطة يعني هي تلبي الطموحات هذا فرضا طبعا افتراض أن الخطة مم. تلبي الطموحات يعني وفي ملاحظات كثيرة على الخطة الموجودة واللي يعني هي حقيقه يعني جاءت تعالج يعني قضايا محدده يعني وبالتالي يعني النظرة الشمولية يعني. النظرة الشمولية اللي نتكلم عنها الآن احنا يعني يجب أن تتجاوز يعني ال العشرين خمسة وعشرين وأنا معليك أنا مدرك احنا ب... ب... يعني نقاشنا حول ثورة بيضاء يأخذ بعين الاعتبار التحديات الموجودة بما فيها التحديات الإقليمية م. سياسيا م. وأيضا التحديات التي أبرزتها يعني الهجرات القسرية اللي جاءت على الأردن فهذا يعني يعني احنا طبعا لا نريد أن ن... نعرف أنه هناك صعوبة الظرف صعب جدا مدركين ولكن يعني الظرف الصعب ايضا يبرز نفسه بفرص يعني اما نستسلم لهذا الظرف الصعب اكيد يعني ما بنقدر نستسلم ولا ولا في نيه للاستسلام لهذا الموضوع لكن ممكن احنا نفكر بطريقه نحول يعني هذه الصعوبات الى فرص يعني بدل ما تكون هي تحديات يعني نبقى وبالتالي اذا اسمح لي اسمح لي دكتور بس بس عشان نكون احنا على مسافه واحده احنا بنحكي عن خطه انحطت في 2015 يعني مش ب 2010 ولا ب 2008 صحيح بمعنى اخر كانت كانت هذه الازمات موجوده ونعيشها ونتعامل صحيح. معها والاصل ان هذه الخطه اخذتها في الحسبان سيدي العزيز يعني بالبديهيات يعني نجاح وتنفيذ الخطط هو ان تكون قادر بان ترصد المصادر التي تمكنك من تحقيق الخطط الموجوده يعني هذا السؤال من الجاي يعني عن الميزانيه هل بيزاني موازنه الدوله تعكس يعني ما جاء بخطه 2025 وهذا حال كثير من الاستراتيجيات اللي تفضلت وذكرت منها التعليم والفقر وغيره إلى اخره يعني لما انت تطلع انه في استراتيجيه جميله لكن اذا لم يكن هناك يعني رصد يعني المبالغ الكافيه لتنفيذ هذه الاستراتيجيات اذا إن انت تتكلم عن تمرين اكسرسايز ذهني يعني اعلامي جميل ويبقى في في, في الادراج, في الأدراج. احنا نتكلم عن شيء مختلف الليله يعني الحوار نتكلم عن شيء طبعا انا يعني انا هنا انا هون اسمحوا لي كمان لما نحكي في الاداره نتحدث عن ازمه حقيقيه هي الواسطه والمحسوبيه نعم احنا اليوم جهازنا الاداري مثقل نعم يعني في عندنا ترهل اداري مطلق نعم. في انا انا بعتقد في مشكلتين او ثلاثه اساسيات في الاداره م. طبعا يعني الواسطه والمحسوبيه وتراجع سياده القانون اللي تكلم عنه جلاله الملك مم. في الورقه المقاشية. السادسه واضحه يعني هذا كان صرخه نعم. يعني انه يعني نعم. انه انه, إنه دعوه دعو لثوره بيضاء دعوه دعوه لثوره بيضاء انه انه المشكله هنا يعني كيف هذا 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 طبعا هذا انعكاساته يعني ممكن نأخذها على مستويين المستوى الأول هو تراجع يعني قدرة الإدارات المتعاقبة على الاستجابة الاستجابة لحاجات الأردنيين والتحديات المستجدة يعني بمعنى اللي بمعنى تعمل المطلوب منها تعمله بشكل طبيعي وبنفس الوقت اذا ظهر عندك انت بعض المستجدات التحديات يعني كما اذا بدك نتكلم عنها بعد بعد قليل. ثانيا هذه يعني تؤثر سلبا على مشروعيه الدوله والسبب م. في ذلك انه الدوله الاردنيه مشروعيتها يعني مبنيه على ثلاث اربع ركائز م. من ضمن هذه الركائز مشروعيه الانجاز م. يعني المشروعي مشروعيه مشروعيه يعني النهضه العربيه الكبرى القوميه الـ 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 الديمقراطيه الافريقيه ثم ايضا عندك مشروعيه الانجاز م. اذا احنا يا يعني فشلنا بأن ان نوصل يعني نسد يعني الحاجات للناس بالطريقه المناسبه بالوقت المناسب وبشفافيه والى اخره احنا هذا يؤثر سلبا يعني على على على, على هذا البعد نعم من هنا مشروعيه الدوله وشرعيه الناس صحيح من هنا يعني المساله ليس فقط هي مساله اداره وانما مساله اداره ومساله سياسه ومساله يعني تلبيه حاجات يعني المجتمع المختلفه و ولذلك انا بعتقد انه انه يعني مساله الواسطه والمحسوبيه جزء يعني من الـ من من وكل الدراسات احنا واسطه وعندنا محسوبيه عشان هذا هذا الموضوع شوي <applause> يعني هو التعدي على القانون تجاوز القانون استخدام يعني النفوذ يعني في الحصول على شيء لا تستحقه او يعني اعطاء الناس يعني يعني هذا هو اللي يعني اللي بنتكلم عنه احنا لما يكون في نوع من من, من نسميه ال مفاضله بالمعامله، لا اريد ان اقول تمييز، مفاضله، شخص يعني يحظى بمعامله بطريقه ما، شخص يحظى، اذا انت بدات تنخر يعني في 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 هذا الجانب وهذا بيشمل الج... التعليم والجامعه بكل هذا بكل المجالات وجلالته اشهر للقضاء كمان نعم يعني نعم يعني قضيه نعم في الاداره، فيعني الدراسات اللي احنا اجريناها وان شاء الله رح يعني قريبا إن إن الحوكمه مثلا اللي رول فلو اللي, اللي تفضل عنه تتكلم عنه مم. جلاله الملك هذا البند لحاله في منظومة الحوكمة آه سياسة القانون له أثر مباشر آه. على الاقتصاد على سبيل المثال فلما بتكلم انت على حل المشاكل الاقتصاديه بدك بدك تنظر ايضا للابعاد الاخرى ليس فقط مساله الاستثمار والقوانين أكيد. وبالتالي يعني بقضيه الاداره يعني المساله الاخيره بالنسبه للاداره انه لازم نعيد النظر احنا في كيفيه المانجمنت الحكومه نفسها كيف بتشتغل مع بعضها مم. احنا النظام اللي عندنا بنسميه بالانجليزي لاين مينستريز يعني في وزاره كذا وزاره كذا لكن اليوم اغلب التحديات والمشكلات هي متداخله مم. ومتقاطعه مم. وتتطلب يعني انتجريتد بوليسي او يعني سياسات يعني شامله ومتكامله يعني انت تاخذ قرار مثلا بالتعليم لازم يكون هذا له رديف بالصحه له رديف في مكان اخر فكمان هذا في في, 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 في التفكير وفي التخطيط مم. يعني في عندنا مشكله بهذا طيب انا بدي ارجع لك دكتور بعد الفاصل وراح احكي معك بالتفصيل بموضوع ايضا في موضوع الاداره ايضا اذا اردنا اصلاحا اداريا حقيقيا نحن بنعني انه في البعض سيخسر وظائف وبنحكي احنا كنا نتحدث عن دمج بعض المؤسسات مع بعضها البعض صرنا نشوف مظاهرات ومسيرات واعتصامات ومظاهرات وهنا وين بده يكون عقليه الذهن الاردني لنحمي الدوله الاردنيه ولنحمي دولتنا وين بدنا نروح وعندنا مؤسسات اليوم لسه في وزارات لليوم بتفرخ هيئات رغم كل ما نتحدث عنه في الهيئات المستقله. بعد فاصل سنواصل طبعاً نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام وحديثنا مستمر حول الثوره البيضاء ونتحدث عن الثوره البيضاء اداريا تحدثنا عنا عنا ترهل عنا بطاله مقنعه عنا امور تنهك موازنتنا تنهك الدولة نعم تنهك أداء الدولة نعم وبالأخير أيضا وزارات زي وزارة السياحة بتقول لك لسا بدنا كمان مؤسسات مستقلة إلى متى؟ أه وشو مطلوب منا إداريا نعمل عشان نوقف هالمعضلة؟ أه أه يعني أنا بعتقد ولو بدنا نرجع له اللي هو في السياسة ولكن له علاقة بالإدارة إنه الإصلاح السياسي هو هو أساس الإصلاح الوطني لأنه إحنا دولة مدنية وعندنا دستور عظيم ونحن نؤمن بسيادة القانون نريد أن نفعل ذلك حتى نستطيع الوصول إلى يعني المناطق المختلفة مثل إصلاح الإدارة الوزارات المؤسسات يعني لا نستطيع الإصلاح منفردا بدون ما يكون في هناك إصلاح سياسي وأنا أعتقد أساسي والإصلاح السياسي أهميته وين؟ أهميته بالمشاركة يعني لما بيكون في مشاركه واسعه وبكون في شفافيه وبكون في سياده قانون انا بعتقد كل هذه المشاكل ستخف ولكن بدون ما يكون في هناك مخطط شامل رؤيه للدوله استراتيجيه من منظور اخر لا نستطيع انه ونحط فيه الاولويات طبعا احنا لحد الان بنحكي عن اولويات بنختلف عليها بعد سنه وسنتين يعني بالخطه إذا ما اختلفنا بس اليوم آه يعني الخطه الاقتصاديه اللي تفضلت عنها اللي هي قبل ثلاث سنوات كان فيها برنامج لثلاث سنوات مظبوط قالوا أن هذه الخطة بعد ثلاث سنوات تفتح وتقيم أنا بتمنى يقيموا الخطة الآن ويشوفوا في ماذا عملنا فيما يتعلق في الفقر والبطالة والتعليم والمرأة وأيضا في في الموازنة والعجز والدين العام يعني كل هذه القضايا ما هي مرتبطة بحياة المواطن مشكلة الأردن أنه اقتصاديا انه موارده قليله وبالتالي يعني حركته في هذا الموضوع دائما محدوده. يعني الاقتصاد الاردني انا باعتقادي الاقتصاد الاردني غير قادر باعتقادي انا وقد لا اكون يعني متخصصا بذلك على انه يتماشى مع التطور اللي عم بصير الان في كل القطاعات. يعني نحن اقتصاد خدمي. يعني الصناعة اللي هي بتشغل الناس نسبتها 25% من الناتج المحلي وبنحط عليهم قيود آه. يعني أنا آه أعتقد إذا لم نرفع هذا القطاع إلى نسبة أعلى إلى 50% ونوجد له الاجواء والبيئه والتشاريع والحوافز لا نستطيع احنا بعد 10 سنوات عشان نقدر نشغل الاردني نشغل ما بتقدر الدوله تشغل الأردنيين بحالتها يعني. الحاليه بدي اسالك سؤال معلش احنا, أحنا دخلنا في الاداره والسياسه مع بعض لا. وراح أظن في الاطار يعني الوعي الشعبي التمكين الديمقراطي مشروع ضخم نعم وقلنا تمكين ديمقراطي وتفائل الجميع بالتمكين م. الديمقراطي واهتمام ملكي مطلق في هذا الجانب، واليوم التساؤل وين هالتمكين الديمقراطي اللي احنا اشتغلنا فيه؟ حتى نقدر نوعي شبابنا ونثقفهم ونلاقي عندنا ديمقراطيه يعني في عقول الناس اولا. التمكين الديم... التمكين الديمقراطي اذا كان يعني هو ياتي ضمن سياق برامج مؤسسات تنفذ برامج تمكين والى هذا لا يعول عليه، سوري مع احترامي م. الشديد لاهميته يعني وتقدير الناس اللي بقوموا فيه. التمكين السياسي والديمقراطي هو يأتي من خلال المؤسسات الوطنية الأحزاب السياسية م. ومن خلال المجتمع المدني مؤسسات المجتمع المدني هذا التمكين الحقيقي يعني بمعنى أنه الانخراط يعني في العمل السياسي من خلال الأحزاب وايضا يعني دعم و... وانتشار مؤسسات المجتمع المدني لانه يقوم بادوار يعني تكميليه يعني مختلفه، اما غير ذلك ما في ما في تمكين يعني سياسي، يعني طبعا نسبه الانتماء للاحزاب السياسيه عندنا متدنيه جدا، صح عندنا احزاب كبيره لكن أنا يعني ما بدي اتكلم يعني ما بحبش انظر يعني منظور سلبي لكن يعني يجب احنا وانا في احد المقالات علي علق علي يعني قلت معضله التحول الديمقراطي في الاردن هي الاحزاب السياسيه. دستور عظيم يعني واراده سياسيه موجوده وكل برلمان موجود كل الاشياء اذا الحياه السياسيه يعني لا تستقيم يعني في في مجتمع ديمقراطي بدون احزاب سياسيه وفي غياب ذلك بنشوف كل المظاهر السلبية الشخصية والمال السياسي والأفراد وكذا وإلى آخره والناس اللي بيجوا مالهم علاقة بالسياسة يعني على و... وأيضا حتى الوزراء اللي بيجوا مالهم علاقة بشغلهم طبعًا. يعني إذا إذا هذا يعني إذا التمكين السياسي هو يأتي من خلال المجتمع وأنا هو ما, ما لا أستطيع أن أقول يعني يعني علميا أكون صادق إنه هذا مهمة الحكومة يعني بالأساس طبعا الأحزاب السياسي عليها دور طبعًا. هو المجتمع المدني عليه دور لكن إحنا نتكلم قبل, قبل فترة عن يعني ريعية الدولة لماذا نتكلم عن ريعية المجتمع المدني؟ م. مش عنا المجتمع المدني عنا ريعي صحيح اغلب عمل نشاط المجتمع المدني اللي بنشوفه يعني من الاعلام. هذا مدعوم يعني وممول يعني من الخارج انا ما, ما عندي مشكله مبدئيا بهذا الموضوع بس بحكي على مش نابع من من المجتمع نفسه هذا المقصود ايضا الاحزاب السياسيه كله يسعى للتمويل وبيخدم التمويل فاذا اذا يعني, آه التمغير إيه التمغير إيه التمغير يعني بدنا نحتاج الى وقفه ما بدي اقول انا المسؤوليه هي على الاحزاب او على الحكومه او على الشعب لكن في عنا تحديات في يعني هذا الجانب وبالتالي يعني على سبيل المثال يعني بدي اعطيك مثال بسيط لما جلاله الملك تكلم عن هويه الدوله ونرجع له هذا الموضوع مدنيه الدوله الناس غير مطلع على العقد الاجتماعي اللي بينها وبين بين الدوله اللي هو الدستور وهذا مهمة مين هذا؟ مهمة الأحزاب، مهمة التعليم، مهمة نسبة الاطلاع قليلة جدا، فالناس لا تعرف حقوقها وما بتعرف واجباتها، م. تعرف شو شو الدستور ماذا يشمل من حقوق يعني وضامنة لكل مكونات المجتمع طبعاً. وإلى آخره، وبالتالي إذا يعني إحنا بحاجة إلى إلى تفعيل يعني المعرفة على الأقل، لما أنا بتكلم بقول ما بدي مثلا عندي موقف من هذا الموضوع أو من هذا الموضوع أو القضية أو المكون إلى آخره، ما أنا اللي بيربطني مع الدولة دستوري طبعا يعني هذا 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 العقد الاجتماعي جميل وبالتالي انا يعني اذا هذا مش معروف لدى الناس مطلوب الناس شو مطلوب الناس شو تعمل بتعمل لا يعني بمعنى انه توقع كل الاشياء السلبيه تظهر في في المجتمع طيب احنا اذا بدنا اليوم الاردنيين كلهم يامنوا باننا جميعا بحاجه الى ثوره بيضاء حتى نحمي دولتنا وحتى نعم. نعيد بناء الدولة الأردنية القادرة على مواجهة <applause> كل التحديات والتحديات كثيرة وإذا بنعدها اليوم ما بنخلص بنقول هل هناك جدية اليوم في ثورة بيضاء تعيد هيكلة الدولة الأردنية بكل مؤسساتها على كل على كل مستويات والله هو هذا مطلوب الحقيقة اللي تفضلت فيه هو مطلوب وبدون ذلك نحن سنتراجع كثيرا يعني سنخسر الكثير وخصوصا ضمن الأوضاع الإقليمية نحن بحاجة إلى تفعيل مكونات ثورة مدنية بيضاء يقودها جلالة الملك وهذه الثورة البيضاء يجب أن يكون عليها توافق وطني بمعنى أن يصار إلى الحوار مع الناس مع الأحزاب مع مؤسسات المجتمع المدني بدون ذلك لا نستطيع أن نخلق التوافق وبالتالي اللي تفضلت فيه ممكن يصير ولكن أعطونا ثقة أجيب لك مثال موضوع مكافحة الإرهاب اللي صار إحنا عندكم في هذا المكان قبل سنتين حكينا احنا كاحزاب ومؤسسات مجتمع مدني مستعدون للمشاركه في اي جهد واعطونا وظايف حطونا شاركونا لحد هذا اليوم لم تصدر اي وثيقه بهذا الخصوص الان بعد احداث الكرك الاليمه يعني بتمنى انه يكون في هناك استرجاع للماضي وان يكون هناك دعوه الى تنشيط هذه الافكار يعني احنا اخي محمد انت تقول شغله واحده كل الاردنيين يعني متوافقون على جلاله الملك وعلى النظام الهاشمي سياسيا يعني حلوها. يعني ومتوافقون كمان على على ثوابت الدوله الاردنيه على الامن وعلى وحده الشعب وعلى مستقبل الشعب الاردني كلنا متوافقون على ذلك لذلك عمليه اشراك هذه الجهات هذه المكونات هي عمليه اساسيه حتى يستطيع فستستطيع الدولة أن تستفيد من هذه القوة الدافعة في تحقيق أي ثورة بيضاء بدون ذلك ستبقى هي ثورة بيضاء دكتور اسمحوا لي احنا دائما خلينا اليوم بنحكي بصراحة وبوضوح لما نتحدث في هذا الإطار نتحدث عن أوراق نقاشية ملكية تحدث عن الحاضر والمستقبل نتحدث عن عديد التوجهات الملكية وذكرنا مثال ونحكي بوضوح الملك تحدث صراحة عن ثورة بيضاء وين التطبيق؟ الفجوه الكبيره بين التطبيق والاراده السياسيه الموجوده الحكومات لا تطبق لا تطبق ولا تنفذ بواقعيه وحرفيه ما نحتاجه صحيح عشان يعني نحكي بصراحه يعني انا لا نظل أنا, انا يعني ليس مجامله حقيقه انا بدي اعطيك مثل بسيط على انه الحكومات لم تعد قادره على الاستجابه لحاجات الناس ولا استيعاب ولا بلوره ولا تحويل يعني رؤيه جلاله الملك يعني الى بدي اعطيك مثل بسيط بالموضوع التطرف انا بعتقد جلاله الملك قد يكاد يكون الزعيم الوحيد العربي الوحيد بدي اقول العربي الوحيد الذي وضع تصورا وفهما وطريقه لمكافحه التطرف وذكر خطابه في الامم المتحده في اكثر من مجال وصار في نقاش على هذا الموضوع بتذكر يعني مباشره على التلفزيون الاردني، وانا قلت في تلك الفتره المطلوب من الحكومه الان ان تترجم رؤيه جلاله الملك في محاربه تطرف الى خطط يعني عمليه، فانا بعتقد انه المشكله الاداريه يعني الحكومات يعني عاجزه عن هذا الموضوع، الرؤيه ليست ناقصه رؤية موجودة خارطة الطريق للإصلاح والأردن المستقبل موجودة يعني في الأوراق النقاشية الست اللي ذكرها جلالة الملك أنا شخصيا بعتقد نحن بحاجة الحكومات الآن بحاجة إلى نحن بحاجة ثورة في التفكير يعني قبل يكون عندنا ثورة بيضاء ثورة في التفكير وما نظل نفكر في الأساليب القديمة نحن أغلب المشاكل اللي موجودة عندنا لازلنا نطرح نفس الحلول المشكلة البطالة أربع خمس وزارات متعاقبة المشاريع الصغيره، ما في حل ثاني غيره. اذا احنا بحاجه الى ثوره في التفكير، طريقه في التغيير في التفكير. ثانيا انا بعتقد انه ليس لدينا طرف الانتظار، التحديات تتراكم صحيح. صحيح. صحيح التحديات تتراكم والحلول مم. يعني قاصره مم. على الموضوع، مم. وانا ما عليك بعتقد انه حتى كمان نغير في 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 طريقه تفكيرنا، موضوع المصادر يعني انا لا الطبيعيه مش هو المشكله انا بدي اقول مش هذا الموضوع احنا يجب ان ننظر الى الداخل في دراسات بتقول مثلا في نسب مرتفعه بالتهرب الضريبي على سبيل المثال في دراسات تقول في نسبه اعفاءات مرتفعه م. يعني من دل... يعني بمعنى انه بمصادرنا الحاليه م. يعني احنا بدنا اعاده ترتيب البيت الداخلي اعاده ترتيب البيت الداخلي من خلال المصادر المتاحه لانه كلنا نعلم الان انه ال الوضع الاقليمي صعب والدول اللي اللي بتدعمنا اليوم بجوز ما تدعمنا بكره، اللي دعمتنا امبارح بجوز ما تدعمنا اليوم لانه امكانياتها والى اخره، وبالتالي نحن بحاجه الى ان ننظر الى الداخل. تفضل. ننظر الى الداخل ونبدا التفكير من هنا. يعني أكيد. انا أه بدي اشكركم جزيل الشكر ممكن. حكينا بصراحة مطلقة اليوم وأمور واضحة وهو ما نتحدث به وهذه اللغة التي نتحدث فيها اليوم هي لغة لصالح ومصلحة الدولة الأردنية ولتعزيز قدرتها على مواجهة كل التحديات أشكركم كل الشكر ضيفي الكريمين إلى هنا إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة الليلة من نبض بلد رؤية كما عهدتموها كانت ولا تزال استبقى دائما معكم منكم وإليكم فالأردني رؤية تصبحون على خير